سلام شباب. طبعا معظم الناس تحكي ليش انا مركز على ايقاع الخط او الشعبي، لانه ياماها الايقاعات الشعبيه وهي القصص مش متوفره فيه. فعملنا طريقه انه بامكانك تشغل ايقاع الخبطه او الخبطه نفسها عن طريق الميدي، فبإمكانك تستخدمها مع أي إيقاع لف أو زوري أو هاي القصص. فبهاي الطريقة إنك يكون عندك الباد بهذا الشكل، أوكي؟ لما يكون بهذا الشكل أنا بجيب الإيقاع اللي بدي إياه، فيكون هذا الحال، اوكي، بشتغل مع الخبطة. بشتغل فيه السرعة اللي بدي اياها. بهاي الطريقة بإمكاني أشتغل أي إيقاع بدي إياه، مثلاً موجود عندي بالجهاز بهذا الشكل. طبعاً أنت بتختار الإيقاع مثلاً هذا. أي إيقاع بدك إياه، أوكي، وليكن الإكسبنشن بدي إياه لف. بيشتغل معاي نظامي كإيقاع خط. فأنت بتتحكم في الخطة اللي بدك إياها، شوف، من خلال البات، وبتتحكم فيها كمان بسرعة الإيقاع. فليكن عندي حتى لو إيقاع دحية، أي إيقاع بدك إياه بإمكانك إنك تشتغل فيه. باقي الطريقة هي أسهل طريقة إن الواحد يشتغل بالإيقاع. ما عندي إيقاع، عندك خيارات بالطريقة. شوف، لو بدي إياها مثل ما إيقاع لف أسهل. الخبطة بتمشي معك مع سرعة الإيقاع. هاي الفكرة من البرنامج. طبعا البرنامج شامل في جميع أنواع الإيقاعات الخليجية. نأخذ خبطة خليجية. فاي هي الفكرة، أنك من خلال مالتي باد
اني اشتغل فيها زي ما بدي. طبعا عندك كمان مالتي بار بالخبطات عندك. عندك طبعا برنامج شعبي كامل. شامل البرنامج الشعبي على أساس حلينا مشكلة اليماعة ب5000. بالنسبة للإيقاعات الشعبية والخبطات والأصوات حتى عندي كل شيء بدك اياه بالبرنامج.